مزيد من التفاصيل ينضم إلينا من رميش بجنوب لبنان الزميل مصطفى عبد الفتاح مراسل القاهرة الإخبارية. مصطفى مرحبا بك. إذا ما الجديد لديك فيما يتعلق بسلسلة الاستهدافات اليوم؟ يعني ما زالت الغارات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية عبر طائراتها الحربية هنا في الجنوب اللبناني مستمرة، وإن كانت هذه الغارات متقطعة ولكن منذ دقائق معدودة أو خلال الساعة الماضية كان هناك استهداف في هذه المنطقة من القطاع الأوسط بالجنوب اللبناني وتحديدا في أطراف بنت جبيل، بالإضافة أيضا إلى قرية عيتا الشعب التي شهدت استهدافات عديدة هذا اليوم، ربما كانت آخر هذه الاستهدافات استهداف منذ الساعة الرابعة عصر هذا اليوم في إطار ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من مهاجمة عدد كبير من بلدات وقرى الجنوب اللبناني بقطاعاته الثلاثة. محافظة النبطية هذا اليوم كانت قد شهدت أيضا عديد من الغارات التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي عبر طائراتها الحربية، وقامت هذه الطائرات بقصف أطراف محافظة النبطية وبعض الطرق الخاصة في هذه المحافظة وتحديدا الطرق الواصلة عند قرية أو مدينة الزهراني، وبالتالي هذه هي الطرق الواصلة إلى هنا إلى هذه المنطقة تحديدا وإلى القطاع الشرقي كذلك، فيما يدلل على أن قوات الاحتلال الإسرائيلي باتت تستهدف الطرقات والشوارع الرئيسية الواصلة ما بين مدن وقرى الجنوب اللبناني ومحافظاته المختلفة في إطار ما تقوم به من غارات عديدة على الجنوب اللبناني بهدف عزل هذه البلدات والقرى في الجنوب اللبناني عن باقي الدولة اللبنانية. نتحدث أيضا عن عشرات من الغارات التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على البقاع الشرقي وعلى البقاع الغربي، لتصل هذه الغارات في مجملها إلى اعتداءات على الجنوب اللبناني وعلى البقاع الشرقي والبقاع الغربي، لتكون كل هذه الاعتداءات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تعد قاصرة فقط على ما تدعيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أنها تهاجم المراكز التابعة لحزب الله أو مقاتلي حزب الله فقط، ولكنها امتدت إلى عديد من المناطق المأهولة بالسكان وخاصة ما بين صيدا وصور واستهداف محيط إحدى المستشفيات في خلال الأيام الماضية، واليوم أيضا الطرقات والشوارع الرئيسية في محافظة النبطية والواصلة إلى صور. كل هذه الأمور هي التي جعلت هناك حالة من حالات الاستنفار في كل المحافظات وفي كل البقاع في الجنوب اللبناني، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن الأمر أصبح الآن هو اعتداء على المدنيين في الدولة اللبنانية، وفقا لما أعلنه وزير الصحة اللبنانية اليوم بأن غارات اليوم فقط أدت إلى استشهاد 51 شخصا حتى الآن وإصابة أكثر من 200 جريح في هذه الغارات التي شنت اليوم على الأراضي اللبنانية وامتدت وواصلت أيضا إلى ما هو بعد العاصمة اللبنانية بيروت مثل محافظة جبل لبنان. لذلك فكل هذه الغارات دللت على تطوير الهجوم الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط أنباء تتحدث أيضا عن تصاعد وتيرة يعني التهديدات من الداخل الإسرائيلي بالمطالبة بشن يعني الاقتحام البري خلال الأيام القادمة أو خلال الساعات القادمة، وإن كانت هناك أيضا بعض الأنباء الواردة عبر وسائل يعني الإعلام الدولية والتي تقول بأن يعني رئيس الوزراء الإسرائيلي أعطى الضوء الأخضر للبدء في محادثات من شأنها إيقاف هذه الحرب الدائرة في الأراضي اللبنانية التي لم تعد قاصرة فقط على الجنوب اللبناني ولكنها أصبحت الآن على الأراضي اللبنانية بشكل عام. طيب مصطفى، من موقعك أيضا وفيما يتعلق برصدك لرد الفعل من الجانب الآخر من قبل حزب الله، كيف رصدت هذا النشاط اليوم؟ يعني منذ الساعة 6:30 صباح هذا اليوم كانت هناك عدة رشقات صاروخية في اتجاه المواقع والثكنات العسكرية التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، وكانت أكبر العمليات التي نفذها حزب الله اليوم هو استهداف إحدى المباني التابعة للأجهزة الاستخباراتية في الأراضي المحتلة وتحديدا في تل أبيب، وذلك عبر صاروخ لم يستخدمه الحزب منذ العام 2006، وهذا الصاروخ هو الذي يعد تطور نوعي كبير فيما يقوم به الحزب من ردات داخل الأراضي المحتلة في الأماكن التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، وهذا هو ما يعرف بصاروخ قادر واحد، وهذا إن دل على شيء فإنه
يدل أيضا على التطور النوعي والانتقال نحو رشقات صاروخية تصل إلى مدى بعيد في الداخل الإسرائيلي، ربما هذا المدى وصل إلى أكثر من 100 كيلو متر. وكانت هذه الرشقات الصاروخية طويلة المدى قد بدأت عبر استخدام حزب الله لفادي واحد وفادي اثنين، ثم اليوم إعادة استخدام صاروخ باليستي وهو قادر واحد، والذي وصل إلى ما يقارب تل أبيب في إطار هذه المعطيات كلها التي تبرهن على أن الجانبين بات يستخدمان بعض الوسائل الموسعة أو الغارات القوية التي تنفذ من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، هي التي تؤكد على أن هناك تطوير في الهجوم الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية. وما يقوم به حزب الله من رشقات صاروخية بعيدة المدى هو أيضا ما يدلل على أن الحزب بدأ في استخدام آليات من شأنها أن تصل إلى العمق الإسرائيلي. مصطفى عبد الفتاح مراسل القاهرة الإخبارية من رميش بالجنوب اللبناني، شكرا جزيلا لك.